كل سنة وهني بألف خير يا رب، والله يهدي البال. ومن تبع عالمنا الصباحي لليوم يلي دايما مثل كل نهار جمعة استثنائيا بنختم قبل بوقت، انما اكيد حصة الشيف شادي ورشة ملح رح بيكون حصة كتير كبيرة، رح ننتقل لعنده. وبدي اقول لكل المشاهدين اذا في دايما نقل مباشر يلي هو عم بيكون اجمالا كتير بلبنان، حلقتنا عم بتكون دايما مستمرة وفيكم ترجعوا تحضروها على الويب سايت الخاص بفيوتشر تي في. رح ننتقل لعند الشيف شادي. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بأربع ست دقايق كتر فور سيسي نواشي عطا ست دقايق بعدين ستة بعدين ستة بعدين بالآخر كمان رح تنضم لنا كمان غادة بآخر ست دقايق. كمان بدي أذكر كمان المشاهدين أنه اليوم في عنا مباريتين كتير مهمين، عنا فرنسا عنا ألمانيا عنا كولومبيا عنا البرازيل. بس قد ما ركضوا هل يعني هالعالم كلها ركضت هلا بكأس العالم، ما ركضوا قد المدام جمال بهيدا الأسبوع. هيك معك حق. كيف أحوالك؟ الحمد لله ماشي الحال تمام؟ وضع عائلتك كيف؟ كلهم بخير بعضهم مسيطرين هيك الحمد لله بسلموا عليك وبدهم يجوا يساعدوني كمان بشرفك. جيب العائلة كلها. أنت من أي منطقة؟ أنت من أي منطقة؟ أنا ساكنة على صفير. جيبي الصفير كلها خذيهم أربع خمس بواسطة جيبكم معي كلهم سوا. طيب كيف وضع مستشفى دار العجز الإسلامي؟ كمان يعني شو بدي اقول لك؟ ارتاحوا من ساعة اللي بفوت لساعة اللي بظهر. ايه كيف الشيف شادي؟ بشرفك والله. مش انت صرتي مشهورة وهيك؟ لا وانا مشهورة اكيد بس صار يرجع هيك بيزم ضيلنا لا بعد ما وصلنا لهالمرحلة. اول شيء يعطيكم الف عافية. الله يعافيك. بنذكر انه تلفزيون المستقبل عالم الصباح عاملين هالفكرة الحلوة مشان ينضموا لنا جمعيات. صحيح. كل الجمعيات الخيريه بلبنان اوكي، كمان بمرافقه كمان البنك الغذائي اللبناني اللي كمان انتم عم تتعاملوا معه وكمان معامله كمان كثير حلوه. وبنعرف نحن كبنك غذائي لبناني نحن شغلتنا بس نقدم اكل للجمعيات والجمعيه هي بتقدم الاكل لكمان لهالافراد يلي هن بحاجه. بدي اقول لك شغله انه اليوم من بعد خمس ايام سوا شو بتحس انه تغير بحياتك الشخصيه؟ بحياتي الشخصية عم كون كثير تعبانة. لا شو بتحسي هلا هيك تغيرتي؟ اعطيني هيك شغلة صغيرة بس. لا ليك مرق رمضان بسرعة يعني أوكي. صار لي ست ايام صامي اوف ما حاسة ما انه كثير تعبانة نعم. بس انه مرق نعم. بسرعة اوكي حلوين تجربة جديدة تجربة غنية يعني. طب بتعتقدي انه فيكي انت بهالاسبوع اللي عم نقضيه سوا انه كمان يكون هو مراية بعدين لعملك بقلب كمان هالمستشفى؟ اكيد هلا انا بوصل الافكار. انا قلت لك اساسا نعم. انا اسيستون سوسيال انا مش بس بتراقبي يعني عبالك بتشوفيهم بالمطبخ عم يعملوا شغله مش على ذوقك بتقولي لهم اكيد وبنوصل الافكار كلها للشيفيه الموجودين يعني لأن هن هلا عم يراقبوكي هن عم يشوفوا انت عم تحكي ايوه عم يحطوا علي كمان بوينتات. يلا لكن هلا نحن هون خلينا كمان نرجع نذكر على مهلنا بشو عم تعملي هلا قدامك هون. هلا هون سميد كبيتين سميد مع 150 جرام زبده اوكي قلبناهم بدون ما يتغير لونهم اوكي 10 دقائق لا صرنا ولا ربع ساعه انا برايي يعني تقريبا بس مو ما يتغير اللون لانه نحن موطين النار كثير. قبل ما يتغير لونهم بشوي شو بدنا نبلش نعمل؟ بدنا نحط لهم قطر. لكن اعطينا عمل المعروف هالقطرات اللي حضرناهم نحن عنا 3 كوب من القطر والقطر او شراب السكر او الشيره كلنا بنعرفه يلي بنعمل من المي والسكر. حطينا مي زهر ومي ورد وعصر حامض. بنبلش نحن لكن عم نعمل السميديه اوكي او حلاوه السميد خلينا نسميها اوكي. نبلش لك نضيف وانت هلا بتبلش تحركي. بدنا نبلش نضيف هالقطر شوي ورا شوي شوي ورا شوي حتى يخلصوا 3 اكواب. بعدين شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف بعدين كباية من مي من المي بعدين بنضيف الجبنات. برافو عليكي. لكن انا هلا عندي هون ها حركي بهالطريقة هون وهيدي كمان هون. طيب سبك هون كمان بتذكر المشاهدين انه حكينا قبل وشفنا قبل اوكي انه عندنا من اللحمة الضلع اذا عم نشوفها هلا قدامنا هيدي غليناها بالمي المغلية جينا فصفصنا هاللحمة واخذنا الميات تبعولها حطيناهم على جنب هون عم نشوف المي هون عم تغلي اللي هي مية الضلع مع 2 كوب من العدس الاصفر او العدس البردقاني هلا صار لونه اصفر بعد ما نزله مع نص كوب من الرز تنعمل شوربة الضلع مع العدس الاحمر او الاصفر. بريك سريع يعني دقيقتين ثلاثة
وناطرينكم ونكون هيك خلصنا وضع الأطراط. عسمي بريك. أحبائي أهلا وسهلا فيكم من جديد. بسرعة بسرعة بسرعة، الشوربة صارت كمان نوعا ما جاهزة، يعني عنا العدسات عنا الرزات، هلا رح نشوفهم قدامنا كمان على الكاميرا بعقدوا بجننوا، رح نضيف عليهم هل بتعرفوا شو انا حابب اكثر شيء بهاللحمه؟ لك الوقفه الحلوه. اوكي، هاللحمه يلي سلقناها، البصلات البصلات وورقه الغار. اوكي، رح ضيف انا هاللحمات الحلوين ومثل ما هن هيك رح اطفي شوي صغير النار. طلعي 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 هم تطلعي هم تطلعي هم خربنا الدنيا. اند وهيدا اللحمه كلها بقلب الشوربه، معي ولا مش معي؟ حرك. برافو، حركيون. لكان صار عندنا العدس، هذه الشربة اصلا بتقضي هلا من اي منطقة قلتي لي انت؟ انا بيروت. لك لا باي منطقة قاعدة؟ ساكنة بالصفير. بالصفير؟ ايه. بتاخذي معك هالطنجرة اليوم؟ ايه. اوكي؟ وبتوقفي بالشارع بالساحة هونيك؟ ايوه. اوكي. لكان عندنا صار هون صار نوعا ما جاهزة هالشوربة، اللي ناقصها هو من بصل بس. براو. ليهم بعد. ليك هون بدنا نحط المعلي هون. شاف هي طرفشت. يا الله. طرفشت علي. لك بدنا نوطي النار شوي لانه احنا علينا النار نتفي وطيها. اوكي. ومنكفي وضع مين؟ هذا معليتها انه حلت كثير. بلشنا القطر لانه بعد عندنا شوي صغيره من القطرات وخلصنا. منيح هيك؟ يلا نشيل القطر على جنب. واو. لكن هون شو عملنا؟ انتبهي. بدك انا احرك عني؟ لا ما بدي. احنا ما يصير لك شيء اخر شيء منين بدي اهرب من جوزك. اوكي، هون حطينا نحن الاثنين كوب من السميد مع 110 جرامات من الزبده، ديبه الزبده، السميدات ضل لونهم ابيض بعقد بجنين، شو بعدين ضفنا ثلاث اكواب من القطر فوقهم عم نعمل هلا حلاوه السميد، معي ولا مش معي؟ اوكي، هون احنا عندنا هالشوربه الحلوه اللي هي حطينا من العدس الاصفر وحطينا كمان من الرز، حطينا هلا من اللحمه، وفي كم شقفه من البصل اللي دخلوا بقلبهم. كاري، كمون، كاري، كمون، قرفه، ملح. ملح. مزبوط الكلام؟ صح. اوكي، هلا بنحط شوي صغيره من الزيت على المقلي. اوكي، وهلا رح انتقل كمان رح اجي لعندك تنظيف. شو؟ يلا يا شيف شادي. في مي بهذا قلت لي بالجبنه. ليكي هلا هون إضافة المي، كوب من المي فوق السميد، مي مسقعة. طلعوا شو عم بيصير. من بعد إضافة المي منضيف نحن من مي الزهر. طلعي كيف هون؟ شوي صغيرة، من قوي شوي صغيرة النار، هلا ما عاد تطرشي أنت. لا هلا. أوكي؟ هلا رح قوي شوي صغيرة النار، رح نشوف بس يبلش ترجع تغلي من جديد، بدنا نضيف هال 500 جرام من الجبنة. أي نوع جبنة عم نستعمل؟ أكي وشو عملنا فيها؟ مبارح. شو معي تحليناها؟ يعني حطينا لها عسل؟ يعني قطعناها وغسلناها بالماء ولا حركتيها أنت صارت محلية؟ حطيت إصبعي فيها. إصبعي فيها هيك وحركتي؟ أوكي برافو عليكي، لكن إحنا جينا غسلناها مزبوط مزبوط، صفيناها مزبوط مزبوط، تحليت. تحليت. أوكي؟ صح. أمورة حلوة ناطرة للسميدة، وهيدي رح نحطها كمان. أما هون يلا البصل المقلي. يا سلام هون لإضافته على الشوربة. واو 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 واو. لك أنا رح أخذ منك أنا هيك هون، هذا كله صار لورا وننتقل بدك أنا وياك شوي لهون. سلاد. لكي هون، إيه تنعمل سلاد هلا حلوة، اللي رح أعمله أنا رح أحط شوي صغيرة لكي كيف من عصير الحامض. لأنه لازم السلاد على المائدة الرمضانية. أكيد. مزبوط. أنت شو بتعملي؟ أنت هلا على الإفطار شو بتعملي؟ خبريني. أنا أكثر شي بعمل فتوش بصراحة، بس أنا الفتوش بعمله بدون توم. يعني عملك شي 30 يوم فتوش يعني؟ تقريباً. لا مش 30 يوم، أيام بقفل. طيب إذا كان يوم فتوش ويوم تقول خضرة لوحدة مع باستا مثلاً، أو خضرة مع عدس، أو خضرة مع حمص. لا أنا بحب اللبن، مثلاً أمرار مرق معكرونة بلبن، أمرار فتة، أمرار. بس إنه لازم يكون في شغلة باردة هيك سلاد. مزبوط؟ طيب أوكي، هيدي فكرة كانت حلوة من الحامض. بس الفتوش بدون توم. بدون توم ليه؟ بدون خبز. ليه؟ بيعطي طعمة، بتتم ثاني يوم صايم الواحد بتبقى جاي عيدية عيدية جاي خبز. ريحة نفسه يعني الله لا يوريك. أوكي، أنا قصدك إنه بنعمل الفتوش من دون سلد. ايه بدون توم. بس انا اصلا بنعمل من دون توم الفتوش يعني ولا لا؟ يلا لا في ناس بحطوا له توم كمان. انا اول مره بسمعها. لا في ناس بحطوا توم. لكن هون عندنا من الملح وعندنا كمان من الفلفل. كيف الوضع عندك انت؟ جمدت. يا سلام، خلينا نشوف خلينا نشوف. يا سلام شو صار عندنا هون. وهلا هلا اكيد رح اخذ ملعقه ورح ضف لك ماذا؟ الجبنه. بس فرجيني كيف صارت اذا بتريدي. طلعوا كيف صارت. من بعد ما اضفنا ثلاث اكواب من
العطر وكوب واحد من الماء البردي وملعقة كبيرة من مي الزهر. بلش الشيف شادي هون طلعوا من الجبنة طلعوا طلعوا كلها كلها ما تعطي الهم، وإذا كان إنه فيكم تضيفوها على مهلكم وفينا نضيفها كمان بسرعة. واو، وهيدا نص كيلو من الجبنة وحركي على مهلك. وبانتظار البصلة إنها تحمر فينا كمان نرتاح شوي صغيرة ونرجع لعند الشيف شادي ومدام جمال. أوكي. قولي بريك بريك وبنرجع يلا. خلصت شيف؟ مين قال لك خلصت؟ بدي اعرف انا هون مين الشيف؟ انت اكيد. صار لك خمس ايام وبلشت تأمري علي من الصبح. صار لك خمس ايام وراح تفتحي مدري شو اسمه، اعملي برنامج لوحدك. كيف وضعك؟ تمام ماشي الحال؟ لك من بعد ما حطينا السميد مع الزبده وهلا كمان بيكتبوا الوصفات قدامهم للمشاهدين. أي اوكي؟ اكيد لياكل العيارات. جينا بيضناهم للسميدية يعني بشكل انه ما حمرناهم، ضفنا عليهم بعدين القطر ثلاث اكواب شوي شوي شوي، بعدين ضفنا شو؟ الميات اليوم من جديد، ضفنا الجبنات رح نتركهم هلا حوالي بعد 10 دقائق. اها بدي الجبنة تدوب بعد كثير. اوكي بدنا نضل نخلطهم بس ما بركي لطع كعبة. لا يجب ان يلطعوا ابدا، يجب الانتباه. بدنا نضل نحرك. برافو يعني. عليكي حركيهم 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 قد ما فيكي حتى ما يلطعوا. اما هون كمان عندنا البصلة اللي صارت نوعا ما جاهزة، انا بحب هيك تكون كمان كبيرة شوي صغيرة، اضافتها على الشوربة. ليكو ليكو الجمال، هيدا هون البصل رح نحطه على شوربة العدس مع الضلع. طلعي شو حلوة هون هالشوربة، كثير طيبة بهالطريقة الحلوة هيك. يلا يا شيف شادي وكيلا صرجي. لكن قبل ما نقدم الشوربة بعد شوي صغيرة شو رح نعمل؟ رح نجي نضيف لها شوي صغيرة من الحامض. لكن صارت عدس، رز، مرقة اللحمة، لحمة ومرقة لحمة، كاري، كمون، ملح، فلفل، حطينا هلا البصل، وكمان بالاخر عصرة الحامض. وهيدي الشوربة أطيب شوربة ممكن تعملوها بشهر رمضان. هلا بيزعلوا بيقولوا لا نحن لا في أطيب من هيك. أنا برأيي هيك كثير طيبة بشكل يلا. ليكي هون هلا كمان هلا فينا نشوف الوصفات وأنت عم تعملي فيك تطلعي بعينك اليمين. هون ليكي شو عم بعمل. عندي أنا عصير الحامض، عندنا كمان زيت الزيتون، ملح وفلفل، رح ضيف له من البندورة. طلعي هيدي ولا هي من هيك سلاد. وراح نضيف من الفلفل الاخضر وراح نضيف من البصل. هيدا الباز هون فيكم تضيفوا شو ما بدكم بعدين، يعني تعطي بس الفكره. اذا بدك تضيفي هون شيء شو بتضيفي؟ خيار مثلا، كفي، بقدونس، كفي، نعنع، زعتر، كفي، سرنا فتوش. اذا ضفتي خس، اذا ضفتي باستا، إذا ضفتي رز مسلوق، إذا ضفتي نودلز، إذا ضفتي عسل مسلوق، إذا ضفتي كمان حمص مسلوق، فول، شو ما بدك فيك تضيفي على هالباز الزغرور اللي عندنا. طيب رح انتقل لهون للسلطة. طلعي هون شو عندي لنشوف إذا كنت شطورة. حطيت أنا أفوكا من دون أنت ما تشوفي، حطيت بندورة، حطيت بصل مفروم، حطينا عصرة حامض، حطينا كمان ملح وبهار، وصرنا عم نخطن. شو اسمها هيدي؟ يلا قولي سلطة الافوكا. شو اسمها هيك بالمكسيك وبامريكا بسموها وهم لبنان هيك؟ افوكاتو. ما بعرف. جواكامولي. جواكامولي. جواكامولي بلعب. ولكن هالجواكامولي هيدي بس يكون عندنا صلصة او خلطة الجواكامولي وبقيت عندنا او عملناها جديدة، شو فينا نضيف عليها؟ فينا نعمل منها سلطة بندورة. يعني نحن هون فينا نحط كمان البندورات، رح نزيد هودي هون، فينا نزيد عليها فلافل كمان مخضرة، وفينا نزيد عليها كمان من البصل. يعني ليك شو صار عندنا هون؟ كم سلطة صار عندنا؟ اثنين. عندنا اثنين، يعني عندنا هون صار وحدة بس المزيج تبعولا افوكا. طلعوا صارت عندنا هون بدل ما تصير جواكامولي صار عندنا سلطة الافوكا. طلعي شو حلوة هلا كمان. بعدين على الافطار مندوقة وبتقولي لي قديش طيبة. وهون صار عندنا السلطة العامة. حبيت الموضوع؟ كثير حبيت هاي كثير. انا وياك هلا بدنا نترك هيدي شوي صغيره لانه صارت جاهزه. اوكي هلا قبل ما نبلش نسكبها طلعي ها هلا فينا نقول يا شيف شادي صارت جاهزه. تعقد بتجنن. طفينا رجعين لعندك بعد دقيقه.
بهالدقيقة شو بدنا نعمل؟ ماذا عندنا هون؟ شراب التمر هندي. شراب التمر هندي ماذا يقول؟ يقول اسكبوني بالكبايات. طيب كيف عملني؟ انا عم بسكب وانت بتقولي لي انت فيك توقفي محلي بليز. انا بسكب. لا خلي الكبايه، لو انا اخذت الكبايه عم بحط لك. لا يلا قولي لي خبريني. 10 حبات تمر هندي، حطينا لهم لتر مي و لتر ونص مي، لانه لتر ونص مي كفي معه. وغليناهم على النار وطرناهم لبردوا، بس طفينا عنهم حطينا سكر. سكر قديش؟ 3 ارباع كبايه. 3 ارباع كبايه، نعم. وطرناهم لبردوا، بعد ما بردوا بنصفيهم. بنزيد لهم كبايتين مي بارده، بنحطهم بالثلج. بس قبل لازم يبردوا. ايه اكيد لازم يبردوا. من بعد ما يبردوا بنضيف لهم كبايتين مي وبعدين بنخلط لهم بنصفي لهم وبنضيف لهم بعدين الثلجات. وهيك كمان صاروا عندنا جاهزين. هلا عم نسكبهم انا وياكي بهالطريقه كمان الحلوه. طيبين كثير. 4 اكواب طلع جميل كثير. هذا كثير طيب برمضان. واو. وهون كمان عندنا هالكم حبه لوز يلي بده، في كمان الصنوبر مثل ما بدكم، وشراب كمان التمر الهندي من اطيب انواع الشراب اللي ممكن كمان يرافق الجلاب، يرافق كمان قمر الدين وكمان السوس وغيره بشهر رمضان الكريم. ورمضان كريم ينعاد. حبيت الموضوع؟ يلا هلا كمان للمشاهدين رح يغيبوا عنا بعد شوي، اوكي؟ ونحن بهالغياب هالكم دقيقه اللي رح يصير انه حنسكب نحن حنسكب هلا السميديه. طلعي كمان بهالطريقه كمان الحلوه. انا رح نسكب نحن صحنين ورح نجيب صينيه كمان هلا نسكب فيها، بس رح نفرجيهم انه نحن فينا نسكب السميديه بهالطريقه هون. طلعوا شو حلو. هيك كمان نقدم صحنين بهالطريقه هون، وفينا هلا نجيب صينيه نحطهم بقلبها ونعملهم كانهم كنافه. برافو عليكي. مين بيقول هيدي كنافه؟ اولادك. اولادك. يلا اوكي بريك ورجعوا لنا بسرعه وناطرين غاده كمان. شاف شو عم تعمل لك ساعه؟ 125 و 127 عم تعد البقدونسات؟ 129 ونص ونص. برافو عليك. من البقدونس على السلامة. غدا بونجور. عم تضحك علينا؟ عم بعد معك قلت انا بركي قفيت شي وحده. ليك شو عملنا هون؟ عملنا اثنين سلاد بيطوشوا. يعطيكم العافيه. اول شيء هيك رح ناخذ اول سلاد لعندك. لعندك. وعليكي ليكي وين؟ لعندك. عليك. اي اي هيك حدك انت، حتى كمان قد انت هيك. لا هيدي بدنا نسكبها هير. برافو. يلا اذا بدك انا شوي شوي رح اشيل لك الملاعق. برافو. لكن هيدي السلاد فيها من البندوره فليفله وبصل بقدونس وحامض او عصير حامض زيت زيتون ملح وفلفل. هيدي اهين شيء واطيب شيء بتعرف هيك فريش، لانه هيدا باز لكثير من السلادات. وانت خليت هيديك لعندك هونيك افوكا وما افوكا ماشي الحال. سلاد الجواكامولي مع الافوكا بطريقه حلوه كمان فينا نغير هيك على ضرسنا بشهر رمضان الكريم بوصفه كريمه مكسيكيه بامتياز. كريمه. تفضلي كمان هون فيكي تسكبي. هاي هون؟ ايه بيرفكت. يلا يلا يا جمال. واو صار عندنا لك سلاد. انتبهي يا غادة هون، بس هيدا عم ينزل هون. انتبهي بالكتير تبعولي. ايه ما تدقي فيه، انا ماني معروف رح بعدهم عنك معلش. اوكي. اما هون ساعدك انا هيك. اما هون رح نبلش نقول عليك. رح نبلش نقول دو. رح نبلش نقول مدام جمال. يلا جينا. ليكي هون لك الشوربه. طلعوا جمال الشوربه العدس الاصفر مع الضلع. طلعي شو حلوه هالشوربه عن جد. بتبيضي وجهك على الافطار واي نهار، يعني مش بالاكل اللي عم نعمله هلا بس اكل رمضاني، يعني فيكي تعمليه كمان اكيد باي وقت. طلعي هون شو حلو. طلعي انه بالصيف ما بناكل شوربه. طيب بنحط واو كيف يعني؟ وبالشتويه بتاكلي وكذا، بس انه بفكروا انه هيدي مثلا تنقول بس لرمضان. لك لا يا عمي مش شوربه تبعك. ليك شو حلوه بتاكل بالطريقه الحلوه. طيب خبرينا ماذا فعلتي هنا؟ عملت صينيه كنافه. صينيتك بس بهاي اللي عملناها. صار لي ساعة بعمل انا حلاوة سميدية. صينية كنافة سميدية. يلا لكن برافو عليك. رح نحطها هون خليها هيك شوفوها مظبوط. هلا الاصل النية. هلا شو ما اسمها مش مهم ابدا، مهم انه يلا شوفوا شو عم بيصير. شوفوا كيف كان عم تشتت الدنيا لوز، وعم تشتت الدنيا من الصنوبر كمان محمص بهالطريقة. اوكي وشوفوا كمان هون كيف عم تشتت الدنيا بهالطريقة هون كمان من اللوز. ما بدك تحط لها شيء ومن كمان السنوبر المقليين الحلوين هيك. وشوفوا كمان شو عم تشتي كمان الدنيا.
من الفستق الحلبي. هلا انا شو بقول لكم مثلا، معقول تقنعيني حط قشطه هون؟ ايه انا بقنعك اكيد. اوكي تقنعوني بقوة، بس قد ما تقنعوني اليوم والمصريات خلصوا. خليها لبكره، خلوها، خلوا القشطه لورد الشين بكره. اوكي لكن هون كمان شو حلوه، وهون كمان عندنا الفستق الحلبي بهالطريقه كمان هون. وامبارح بعتقد عملنا كمان صينيه كنافه نابلسيه. يا بي يا بي يا بي، كل شيء حلو، كل شيء حلو كان بالحلقه امبارح الا شغله وحده. لا كان كل شيء حلو. ليه؟ انت عندك كل شيء حلو، انا بنظري ما كان حلو. كان في شيء، ما كان في واحد هون موجود طويل هيك ما في شعر براسه، عرفتي من هو؟ هذاك هون مش حلو. يلا اوكي اطلعي لك، نحن هون هلا بالسرعة. هلا وين؟ هودي حطيناهم ليكي وين؟ وعشرات كمان التمر الهندي. اوكي يعني صار عندنا هون عندنا هالجواكامولي. بس فينا كمان نحط، شو بدك؟ نحط هون. قصدك نحط لوز؟ هذا لوز منقوع. ايه واللوز المنقوع غير مرغوب فيه على الحلويات اللي فيها قطر بقلبها، لانه المي مزيج المي بقلبها ما بيعطي، بده يكون الفواكه الزيتيه اللي هي كمان المكسرات تكون بتقرقش، ما تكون جايه بأي مي. أوكي. مش انه ما فينا، فينا بس مش محببه. هذا هو الموضوع. بس لك انا رح اضيف انا هون، وبدي اعرف العالم هلا قبل ما انتقل عند غاده وننهي اليوم عالم الصباح او ننهي ورشه ملح كمان، انه كتار من العالم ما بيعرفوا يشتروا كمان التمر الهندي. نحن بنلاقيه عند العطارين اكثر شيء، وهلا بنلاقيه كمان خلال شهر رمضان بنشتريه بهالطريقه هيك. وهيدي الكميه هون بتعمل لنا شيء 7-8 حبات لاربع اكواب من المي، يعني حوالي كمان لتر وشوي من المي. انا كثير بشكركم، ما ضل شيء انا اعمله غير اني انا اجيب شوي صغيره من البقدونس. واشكرك كمان يا مدام جمال على النهار الحلو. بكره رح يكون عندنا نهار حلويات بامتياز مع استعداد سميه ملعقه سكر ورشه سكر بدل ورشه. ايه عفوا ورشه سكر رح ارشها بكره. برافو عليكي. وبكره كمان رح يكون استعداد لنهارك لبعد بكره. خبرتيني بتعملي، بتعمل صينيه محاشي. رح تعمل كبه بطاطا بالصينيه. شيلي لنا هن كلهم على جنب اذا بتعملي معروف. شكرا كثير لكم، كان كمان نهار حلو مع انه كان قصير. واكيد هلا بنرجع لعندك وبعدين على الصبط. واسبوع اللي جاي يعني كانه اليوم هيك الويك اند مع مدام جمال، واسبوع الجاي في حدا جديد رح يكون معنا، حدا جمعيه جديده، شخص جديد. الله يرضى. ميرسي لك شفشادي، وميرسي لك والك كمان. لكل المشاهدين اللي تابعوا عالم الصباح اليوم، انا بدي اتشكركم واتمنى لكم بقيه نهار حلو، ان شاء الله يكون يمرق على خير وسلامه على الجميع، وتقدروا تستمتعوا بالطقس الحلو.